بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هشرح لكم موقع جديد لإنشاء الصور عن طريق كتابة الأمر النصية، هو موقع بينج من مايكروسوفت. الموقع ده ممتاز جدا وبيطلع نتائج جميلة. دي كلها مودلز موجودة، أو يعني صور اتعملت قبل كده. ممكن مثلا نشوف الصورة دي معمولة بالأوريجامي اللي هو الورق المقوى، مكتوب نشر Receive showing an elephant, zebra and lion made of origami paper that have come to life. ناخد الأمر كده كوبي. صورة جميلة جدا، عجبانة أوي. خدنا البرومبت وكتبناه. تمام، هنزود بس إن احنا عايزين نخلي الصورة تكون عرضية، اللي هي 16:9. نضغط على كرييت. طبعا شرحنا مواقع كتير جدا لإنشاء صور من أمر نصية في فيديوهات مختلفة كتيرة قبل ده. دي النتيجة، طلع لنا 4 صور أجمل من بعض. نكبر كده ونشوفها. ممتازة. تقدر من خلال، طبعا لو أنت حابب تعمل أي فيديو بالنسبة للأطفال، تشرح ليهم في تشرح فيها حاجات مثلا للأطفال، أنت تعمل شوية صور زي دي جميلة جدا زي دي، بعد كده تحركها عن طريق أنيميشن. احنا دلوقتي بنشرح في المواقع اللي بتقوم بعمل توريد للصور من عن طريق اوامر نصية، وان شاء الله نشرح في فيديوهات قادمة ازاي تحول الصور دي لفيديوهات. هنجرب نعمل امر بالعربي، راجل مثلا عربي كبير في السن ويجلس في الصحراء. هنشوف مع بعض هو بيدعم اللغة العربية ولا لا، لان معظم المواقع للأسف مش بتدعم اللغة العربية. نتيجة مذهلة جدا، 4 صور أجمل من بعض كده، بيدعم اللغة العربية. موقع جميل جدا، بينج من مايكروسوفت.